العهد هو عبارة عما يعطيه الله عز وجل على بعض الممارسات. أكو عهد لفظي، مثل إيش؟ مثلا تقول الرواية ثلاث أعين الناس تبكي يوم القيامة، تبكي من الخوف من الجزع إلا ثلاثة أعين، ياهو هي عين عفت عن محارم الله، عين نظيفة ما يسلطها على عورات الناس، تعف عن محارم الله، ما تنظر إلى أعراض الناس، ما تنظر إلى المحارم، ما قاعدة تتجسس أو تنظر أو تهتك حرمة المسلمين أو حرمة الناس. زين، هاي العين التي عفت عن محارم الله وحدة، والثانية عين حرست في سبيل الله، تقعد تحرس، هذا قاعد على الحدود يحرس بلد المسلمين، هم نايمين هو سهران، يحرسهم يرعاهم يدفع عنهم الشر، هاي العين التي تحرس في سبيله، مثل المرابطين اللي يرابطون في سبيل الله، كانوا على الحدود الإسلامية يحرس عيون إلى الصباح ساهرة ما يذوق النوم. ليش؟ حتى المسلمين ينامون، يسهر لينام المسلمون. بعد، وعين بكت من خشية الله، هذا يتصور الله عز وجل ويبكي من خيفته، لأن أكد لك الإنسان يبكي من، يعني إذا من أقل الناس يبكي من عنده إذا تعرض إلى ضغط، فكيف من خشية الله عز وجل. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com